ناخذ سميد لي وسميد جويد ناكد على سميد جويد شويه ملح نقصد سميد ارتب زيدا فوالا كعبتين لي وعظم زوز خميره نتاع حلو وخميره نتاع خبز 200 غرام نتاع دقله زوز وما زهر مزهر شويه بالكله اي شويه غير قطيره باش نعطيو بها النكهه في الحشو انا مش بعيد على هذا بالنسبه للعجين تاع العجين تاع الغرايف كيما كيقولوا لي فرونسي عملوا ميل في احنا عملنا ميل ترو اللي هو اللي احنا كيجي هو منقب هذا هو الاختراع تاع العرب المغربيه وهي ما تحبش العينين برشا لان يعني اكثر تاع السيدات ديما يتشكاو يقول لك ما كتعملش هذوك الفقاعات ما كتجيش منقبه الوغ فما مشكله هي لازم تخمر تاخذ الوقت تاعها في الخميره نتاعها وما تحبش العينين برشا يعني ما لازمش تطلعوا عليها ماني من بعد موزاك كيفاش الحصه تورينا لونتري والبلا برينسيبال والديسير اللي ما نشوفوهش في الوقت اللي كيطيب اما بعد ديك الساعه يعني حتى سي المنصف ما يلزمش يصور لا يصور سي المنصف ما يفوتو شيء دونك عندنا برشا عينين راهو الفوق باهي ربي معنا يعطيك الصحة موزاك نشكرك برشا باش ننطلقوا في تقديم أولى فقراتنا مشاهدينا الكاميرات تخرج الشارع هذه فقرة جديدة كنا تابعناها الأسابيع الفارتة فقرتنا اسمها على الطاير كاميرا يلي معانا تخرج للشارع ترصد بكل تلقائية وبكل عفوية مواطن وإلا مواطنة تونسية نتعرفوا عليهم وعلى الطاير نحكيوا معهم ما فماش موضوع محدد ولكن الحوار مع الشخص هو اللي يخلينا أو يفرض علينا موضوع معين هيت نشوفوا الفقرة هذه وشكون محور فقرتنا ثم نعود لننطلق في تقديم فقراتنا وتكون معنا بعد فقرة التغذية مدام فاطمة بن حفصة أخصائية عليا في التغذية هي أول ضيوفنا لليوم نحن على الطاير هكا جينا نشوف في اجواء البحار في المرسى اول عبيد عرضونا هما المنقذين كنت تحكي لنا هكا وقتاش بديت خدمتكم بالضبط والله من اول الصيف بديت خدمتنا معنا ديما من اول الصيف نهبطوا على اساس هكا الصغار والعبيد وكل شيء معناتها انتم تبداو خدمتكم على حسب الطقس تبدا تسخن الدنيا ولا فما نهار معين في الشهر تبداو فيه ايه عندنا نهار معين بالطبيعه عندنا معناها النهار اللي باش نبداو فيه نحن السيزون تاعنا كامله فهمت كيف نبداو من النهار حتى لاخر السيزون كل شيء شنو النهار تبداو فيه وقتاش البرومير برومير جوان المصعف خدمة صعيبة هكا ولا؟ ما عندناش خدمة صعيبة جملة نحن. نحن كمان عبيد معناها نعيشوا على العبيد على سلامة العبيد وكا هاو خاطر فما عبيد تعرف تعوم وفما عبيد ما تعرفش تعوم. فهمني؟ شنو هي أكثر توا المشاكل اللي تتعرضوا لها في خدمتكم؟ المشاكل والله عندنا برشا ساعات أغلبية المشاكل نتاعنا نهار السبت ونهار الأحد كا هاو ما عندناش برشا. يتعب الشط وكل شيء وتكثر المشاكل والسرقة. قداش عندك تخدم في الخدمة هذه في العمل التطوعي تسمى العمل التطوعي هذا عندي العام الثاني نخدم فيه عملنا خدمة سيدي بوسعيد سنة في المرسى والله الحمد لله الحماية موفرت لنا كل شيء سوى بوات فارماسي سوى كذا العباد فما اللي يتفهموا فما اللي يتفهموش ديجا اليوم البحر راكح به نخدموا ثمانية نكملوا ستة سبعة فهمني فما شكون يزيد بعد الوقت فهمني على خاطر العباد مازالت وسيرتو نحن تصعب الخدمة كما قال لك زميلي سبت واحد تبدا ويكاند يجوا العباد يهبطوا ياسر وساعات يتعدى بابور يبدا يدخل تهيج البحر تولي موجة عالية نورمال نحنا نقدموا العباد فما عباد تفهم تقول ما تعمل شيرت الواد ولا حجر من هنا امشي هكا شوية فما شكون يفهمك شوية فما شكون ما يفهمكش وديجا تخزر الكابين تاع الشرطة من هنا مازالت ما حلتش تولي نحنا لاهين بالبر وبالبحر نولوا لاهين بهم لزوز سوا باش يذيع واحد ولاد صغار كبار يعني ما عندناش القلق تبارك الله متفاهمين سيختو في وسط الجامعة نخدموا من 8 مساعتين ساعتين جروب الثاني ما ساعتين للستة كاكا يزيدوا شوي متفاهمين مع بعضنا سوا كبريكة ذي بريكة الأخرى من غاديكا نتفاهموا مع بعضنا نعملوا دوريات مع بعضنا على البلاج ندخلوا الماء ندخلوا حتى بمراولنا باش يعرفونا العباد ساعات تسافر وتبدا بلاش مريول يقول لك شكونك أنت تراسي ندخلوا بالمراول ما يسالش ميساج اللي تحب تقدمه للعباد وتقوله لهم في كلمتين لا شو نقول لك أنا معناها ماذا بينا نحن العباد تتعاون معانا وكهو معناها
يفهمونا كي نبدو نحكوا معاهم وكل شيء مش بأمور أمر ولا حاجة، معناه التعامل معانا خاطر نحن رانا نخدموا على مصلحة العبيد. لكم تتذكروا اللي تابعونا الأسبوع الفارت كنا وعدنا مدام فاطمة بن حفصة أنه هي باش ننطلقوا معاها الأسبوع هذية وتكون هي أول ضيوفنا، على خاطر احتجت الأسبوع الفارت على الوقت اللي خذيته. دونك بعد الاحتجاج والاعتصام مدام فاطمة تبدأ معنا، فهي الأولانية في حلقتنا اليوم. موضوعنا نراو أنه مهم اليوم باش نحكيه على الصغيرات في فصل الصيف اللي ربما يوليوا يشربوا برشا ماء، يكلوا برشا غلاس، يكلوا برشا غلاء، ما عادش يلقاو بلاصة في المعدة الصغيرة متاحهم باش ياكلوا والفطور متاحهم والعشاء متاحهم اللي ساهموا هما في النمو، مش فقط المشروبات والمياه. هذاك علاش مدام فاطمة بن حفصة اليوم باش تحاول تعطينا بعض النصائح حتى صغيراتنا ما يضيعوش خلال فترة الصيف، خاصة وانه الصيف زاد باش يجينا في رمضان، ونعرفوا انه اذا كان الام والبو بيان سور صايمين ولا الخوات الكبار صايمين، الصغير ديما يضيع في وسطهم يعيش على الكاسكروتيت شهر رمضان. مدام فاطمة صباح النور. مرحبا بك. مرحبا بك. بارك الله وفيك اللي وفاك للوعد باش مشاهدينا يتبعونا ويعرفوا قيمة النصائح اللي نقدموها، نصائح عملية للوخيين اللي عندهم صغيرات، ولكن النصائح زادة مش للصغار فقط، لأبائنا المسنين، لأمهاتنا المسنات، على خاطر معناتها تبارك الله الكبير زادة ما يشعرش بالعطش كما الصغير ما يشعرش بالعطش. كما نعرف يلزم ديما عندك أنبة متاع ماء وتسقي هك الصغير هذاك، باش خاطر ما يعرفش يقول لك راني عطشت، ما يعرفش ماء الدنيا سخونه، الطقس حار جدا جدا، وهذاك علاش يلزمني نتفكر الصغير. نعم. اللي تحت مراقبتي. نعم. سواء كان في البيت عند عمته، في المحضنه، تحت رقابه اولياء اخرين، ولكن يلزمني نحط في بالي الصغير يلزمه يشرب الماء، وكان عندي 6 صغار قدامي ولا قسم كامل يلزمني فكل الروضه هذيك في المحضنه هذيك تتولى رعاية الأطفال بتشريبهم الماء، على خاطر الماء عنصر هام جدا. هما لما حلق لي بيصلوا. أما نذكر. نعم. أنا مدام فاطمة أنه قبل. نعم. كنا نقرأ وإحنا صغار. هي. نذكر المعلمين. يقولوا لنا جيبوا معكم الماء. صحيح. وإذا نسينا. يبعثوا يجيبوا لنا الماء. صحيح. ويحطوه فوق البيرو متاع المعلم. نعم. والصغير اللي يعطش يمشي يشرب. أنا كنت بالحق محليها فما. هي. اهتمام كبير وما زال أكيد. صحيح. مدام فاطمة. نعم. الصغير متاعنا وقت اللي ياكل برشا مرات في النهار. أي. والا يتناول. أي. حاجات ما عندهاش قيمه غذائيه كبيره، ما عادش يلقى بلاصه للفطور والعشاء. دونك هوني ذكاء الام كيفاش بالحق، على خاطر وقت اللي انا مثلا عندي صغير تشكي الام اللي هو ما عندوش شهيه، ما يكملش صحنه، ما يكملش فطوره، أنا نقول لهم الأمهات والأولياء نحاولوا نعاونوهم نضفيوا عليهم هك البهجة وقت اللي نقدم لهم الطبق متاحهم في أوعية يكونوا حلوين مشرقين، يخليوا هك الصغير يفرح بك الصحفة. ولا احنا قدامنا ديجا. نعم. ملي نشوفوهم بالحق يجيبوا الشهي احنا. نعم. حطوا فيهم زيدا. نعم. الفخويسيك وكل. أي. اما بالحق يشارهوا باش صغير يحب كونتيتي صغيرة. صحيح. ما غارقين وما يوكلوا. أي غارقين. ما نحبش أنا يشعر باللي الأم قاعدة تغش فيه. هذه مثلا تجمع تسيع مغرفة متاع سقاء مقارونة. نعم. وهذه مثلا تجمع تسيع زوز مغرف سقاء متاع روز. نعم. مثلا معناتها أنا صغيرة ذاك كيف نعرف كيفاش نزين له الإناء اللي باش نحط له فيه، ما عادش رسمي هك الصحن هذاك هك اللي تربينا عليه أكل يقعد 27 سنة يأكل فرد فورمة تويكة. معناتها الصناعات التقليدية في تونس تبارك الله أعطتنا فرصة باش نخلي أكل عازف على الأكل الطبيعي اللي. لا. يلزمه يكمل في 4 دراج الشقالة متاعه هذه، معناتها الإناء هذا متاع السلطة النية اللي باش يبدأ بها فطوره. لا. ثم إذا هو عنده قلة شهية
لما لا نحط له صحفته بالروز بالمقارونة معناها الجانب بالنفسي مهم برشا مدافعات مترا انه اشتر الحل هو التركيز على الجانب النفسي ايوه وماذا بيا مش حتى جانب النفسي ما نكرهوش في الماكلة ما نقعدش نجري وراه بالمغرفة والصحن وانا حتى لين يكمل ونعدي ساعة وساعتين ويأذن علي العصر وانا ما كملتش صحفة الفطور ما فما بعض الأمهات يقول لك نعم. أنا ولدي لو كان نخليه من اليوم الغدوة ما يجوعش وما يقوليش عطيني ناكل هذا صحيح وإلا لا صحيتك أنا هو في الحقيقة راهو ياخذ فيك الحاجات المحليات أكلي صفر حريرات نعم. شنو هي صفر حريرات هي في الحقيقة فيها حريرات فيها سكريات فيها دهون كي ياخذ لي الشباتي كي ياخذ لي الفيكاسي كي ياخذ الشاورما كيف ياخذ المقلوبة هذه المقلوبة طلعت جديدة في تونس معناتها فما معناتها ما عادش يقعد على الطاولة على خاطر ربما الأم في وقت الفطور ما هيش موجودة في البيت وكذلك وقت اللي تروح الأم في البيت تلقاه شبعان نحل الثلاجة نلقى المشروبات الغازية على كل الأنواع نلقى حتى من المثلجات في الثلاجة هذه وننسى باش نحط كعيبة غلة مثلا ننسى باش نحط سلطة متاع غليل نجم نحط زيدة طماطم مقصوصة جريرات جريرات وفوق منها شوية معدنوس وشوية معناتها بصل مقصوصين جيدين وهكيكة ينجم يقبل على الغلة ويقبل كذلك على الخضر ونجم حتى نشري يعني الإناء يكون حسب اللون المفضل عنده هو سواء كان طفلة وإلا طفل الألوان اللي حبت نعم. مدام فاطمة فما نساء يمشي مباشرة للحل الأسهل أيوة. حتى دون استشارة الطبيب اللي هو السيرول يجيب الشهية أيوة. رد فعل المختصين صحيح أنا راني منحبش الأدوية بالنسبة للأطفال على خاطر عندهم